موضوع الدولار. اي قبل ما يصير رئيس وزراء كان يقول ان هذه مهمه مجلس النواب، لما صار رئيس وزراء قال لا هذه مهمه البنك. واللطيفه البارحه كنت يعني تابعت كل تغريدات السيد السوداني القديمه بشان الدولار، الغاها من حساباته الرسميه، كلها الغاها. زين. لانها تتناقض ثالثا مع ما يجري حاليا. الشيء الثالث موضوع الفساد، موضوع الفساد. يعني هل قد حكى بالفساد لحد الان؟ وين الأربعة تريليون دينار؟ قال خلال اسبوعين، الان صار اربع اسابيع. طيب هذيك الشبكه، شبكه سرقه البترول اللي قال فككناها، طبعا لحد الان سرقه البترول مستمره، يوم جاي نسمع من وزاره النفط وغير وزاره النفط. طيب طلع لنا هذول اللي فككهم، فكت شبكتهم، طلع واحد اعتراف قال حكم عليه مثلا من قبل القضاء، كل شيء معقول. فاذا القضيه جميل، القضية نفسها واضح، القضية واضح ترى. تشخيصك، واضح تشخيصك استاذ نزار.